أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا دلوقتي نروح للمتحف القبطي، طبعا هو واحد من أهم المتاحف الموجودة في مصر. النهاردة كمان هو بينظم معرض لمجموعة من المقتنيات الأثرية النادرة بمناسبة الاحتفال بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان. خلينا نعرف تفاصيل أكتر مع زميلنا ومراسلنا كريم بيبرس. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير على كل المصريين. فعلا احنا النهاردة موجودين في المتحف القبطي وتحديدا هنا في مصر. مصر مهد الحضارات، مصر اللي دائما احتضنت الأديان وأرض الأديان. خير مثال ان هي تتكلم عن يوم الوئام العالمي، او اسبوع عفوا اسبوع الوئام العالمي، هو اسبوع التمازج الروحاني والتمازج الديني بين الكتب السماوية، وكمان تطبيقات الكلام دي على أرض الواقع لنشر روح الطمأنينة والسماحة بين كل الأديان. عشان كده مصر دايما هي القائدة وصاحبة الريادة في هذا المجال. لكن احنا هنا في المتحف القبطي كمان لينا بصمة خاصة، وزي ما قلتي هو الأسبوع اللي بيقام كل فبراير من كل عام، واللي بدأ بالفعل في 2011، كان تم عرضه على الأمم المتحدة في 2008 وتم الموافقة عليه في 2010، وبقى من أول 2011 كل فبراير من كل عام بنحتفل بأسبوع الوئام العالمي الخاص بالروحانيات والاعتراف بالديانات والمزج بينهم ثقافيا وروحانيا. هنتكلم دلوقتي بقى عن البصمة الخاصة المصرية من المتحف القبطي، وهو المعرض الخاص بأسبوع الوئام. معايا ضيفتي على الهواء دلوقتي الأستاذة جانات جاد، وهي أثرية بالمتحف هنا ومسؤولة قسم المعارض. برحب بحضرتك يا فندم وصباح الخير عليكي. عايزين نتكلم يا فندم عن هذا يعني المعرض اللي انت قمتم بيه، الاستعدادات اللي قمتم بيها خصوصا عشان هذا الأسبوع. في البداية أحب أقول إن المتحف القبطي دايما من وقت ما اتنشأ من 1908 لحد النهاردة هو دايما بيوصل مسج إن هو جزء لا يتجزأ من الحضارة المصرية بكل ثقافاتها بكل الباك جراوندز المختلفة. فعشان كده المتحف القبطي كان على أهبة استعداد إن هو يحتفل بالوئام العالمي أو الوئام الديني. بدأنا نحن نختار قطع نادرة جدا، مقتنيات مختلفة بتعبر عن الديانات والثقافات الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلامية. هنلاقي زي ما حضرتكم كده شايفين حوالي 7 قطع. طبعا بنبدأها بأول حاجة غلاف التوراة، هو عبارة عن غلاف مكون من أو بتكون من فضة وخشب وكمان بعض قماش القطيفة، وهنلاقي كمان عليه بعض الكتابات العبرية وبداخله مخطوط. المخطوط دوت بنسميه مخطوط التوراة، هو جزء من التوراة. في الأول نقول إيه هي التوراة. التوراة هي كلمة معناها تدريس أو تعليم، وهي بتخص أسفار موسى الخمسة، وهي عبارة عن تكوين لوين خروج، تكوين خروج لوين تثنية عدد، والخمس أسفار دول بيخصوا أسفار يعني بيخصوا شعب بني إسرائيل بالأخص والعالم بالعام بشكل عام، لأن هو بدأ بتكوين الخليقة كلها. وهنلاقي السفر الموجود في المخطوط هنا هو سفر اللاويين، وهو خاص ب ازاي ينظموا المجتمع اليهودي كعبادة كطقوس كمان كاحتفالات كأعياد كأصوام. فهو مخطوط مهم جدا. امتداد لنفس فكرة الصندوق او غلاف للتوراة، هو اصبح غلاف بعد كده للكتاب المقدس او للإنجيل، او احنا بنسميه غلاف الإنجيل. هنلاقي ان الغلاف الإنجيل المعروض هنا هو مزيج من معدنين الفضة والبرونز، وهنلاقي عليه بعض الكتابات العربية والنقوش. طبعا بداخله بنحتفظ بالإنجيل، وكان بيستخدم في الأديرة والكنائس. امتداد طبعا لكده أصبح صندوق المصحف، فهي نفس الفكرة بنفس الموروث أو الثقافة أو العبادة. هنلاقي بعد كده عندنا مخطوط، المخطوط ده باللغة العربية بيمثل بعض العظات والقراءات اللي بتخص الصوم الكبير إنعام يعني بشكل عام، والصوم نينوى أو صوم يونان النبي بشكل خاص. صوم يونان هو طبعا يونان النبي هو النبي يونس، وهو طبعا مذكور في كذا جزء من شخصية يونان النبي. شخصية مهمة لأن هي معترف بيها في الثلاث أديان أو مشتركة بالثلاث أديان، سواء اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية، وهي طبعا مبنية على فكرة التوبة زي ما حضرتكم عارفين. وامتداد طبعا لنفس الفكرة دي
أستاذة جنات، يعني إحنا زي ما إحنا لاحظنا مع حضرتك كده، هو فعلا حقيقي مزيج بين الثلاث كتب السماوية، الثلاث أديان، مزيج روحاني ثقافي يقدر الناس تيجي تتفرج عليها. خلينا نقدر نقول بقى الناس تقدر تيجي تتفرج عليه حد إمتى، بيستمر قد إيه المعرض، هل بيكون في حد يقدر يديهم الحاجات الإرشادية الاسترشادية اللي حضرتك ذكرتيها، لا يكون عندهم علم بالكلام ده؟ طبعا عندنا هنا، هو اولا المعرض ده هيستمر لمده شهر، وبعدين اي حد هنا ممكن يطلب من اي حد مننا كأمنا ننزل نشرح لهم المعرض، ومش بس المعرض، نديهم كمان تور في المتحف كله. شكرا جزيلا للأستاذة جنات على هذه المعلومات الوفية، بنشكرك جدا. وزي ما شفنا مع بعض، يعني يمكن المعروضات الموجودة ومقتنيات المتحف اللي معمول مخصوص عشان يوم الوئام العالمي أو يوم الوئام الديني، هي مقتنيات دايما بتربط ما بين الأديان السماوية الثلاثة، سواء روحانيا أو ثقافيا وحتى تاريخيا، إن احنا قدرنا نجيب مقتنيات تقدر تربط ده بالفعل، سواء باللغة العربية أو باللغة العبرية، ولكن ربط الأديان فكريا وثقافيا وروحيا، سواء بداية من التوراة بوصولا للإنجيل ووصولا للقرآن الكريم، إذن هي ربط ومزيج ثقافي وروحاني وتاريخي هنا من المتحف القبطي، وموجود طول الشهر. اللي يقدر يجي المتحف، اللي حابب يتفرج وحابب يتعرف أكتر على المزيج الروحاني ده، ويقدر ياخد كمان جولة في المتحف القبطي، ولكن أكيد أثناء الدخول هيكون في تنبيهات على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء الدخول، وده مكان تقدر تيجي سواء عائليا أو حتى مع الأصدقاء. والآن نرجع لكم مرة تانية. طبعا يا كريم، بنأكد على دعوتك ونشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم بيبرس، وشكرا موصول طبعا لضيفتك الكريمة.